بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2015-2016 معاكم ناصر سامي. شغالين في الوحدة الاولى اللي هي وحدة الضرب والقسمة، وده الدرس الثاني. الدرس الثاني عبارة عن ايه؟ خواص عملية الضرب. ايه هي الخواص الخاصة بعملية الضرب؟ ياريت تركز معايا بقى. مثلا هنا ده كام عدد؟ ده اربعة. وده كام عدد؟ كام قطعة؟ اربعة. وهنا اربعة. في كام؟ في تلاتة. يبقى اربعة زائد اربعة زائد اربعة، يعني اربعة في كام؟ اربعة في تلاتة. ممتاز، مظبوط كده. عديتهم يساوي كام؟ عد كده، اربعة اربعة تمانية، يبقى اتناشر. اتناشر. طيب هنا ده كام؟ دول كام؟ دول تلاتة. ها، تلاتة تلاتة تلاتة، يعني تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة، يعني كام؟ تلاتة في أربعة. لو عديتهم هتلاقي نفس العدد كام؟ اتناشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أربعة في تلاتة تساوي تلاتة في أربعة. أربعة في تلاتة تساوي تلاتة في أربعة. لا، يبقى أنا دي بسميها إبدال، بسميها إبدال إبدال إبدال. يبقى 3 في 4 تساوي 4 في 3، 4 في 5 تساوي 5 في 4، 2 في 8 تساوي 8 في 2، 10 في 5 تساوي 5 في 10، وهكذا. يبقى دي بسميها ايه؟ ابدال. لو بدلت العددين مكان بعض لا يتغير الناتج. يبقى دي خاصية الابدال، او انا ببدل العددين. 3 في 5 تساوي كام؟ خمسة في تلاتة، شاطر. ستة في أربعة تساوي أربعة في ستة. أربعة في تسعة تساوي تسعة في أربعة. واحد في سبعة تساوي سبعة في واحد. تمانية في اتنين، اتنين في تمانية. خمسة في تمانية تساوي تمانية في خمسة. يبقى دي ده أنا ببدل العددين مش هيتغير الناتج خالص. طب هنا ديت كم نجمة؟ أربع نجوم، يعني بأربع أعمدة. أدي واحد 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 واحد، يعني واحد في كام؟ في أربعة. واحد في أربعة تساوي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. واحد في أربعة بكام؟ أربعة، شاطر شاطر. يبقى واحد في أربعة بأربعة، وأربعة في واحد بأربعة. يبقى أي عدد بقى في واحد؟ خمسة في واحد يساوي ايه؟ خمسة. سبعة في واحد يساوي سبعة. اتنين في واحد يساوي اتنين. اتنين في واحد يساوي اتنين. يبقى الواحد ده لو اتضرب في اي عدد بيديني نفس العدد، بيديني نفس العدد. واحد في عشرة بعشرة، واحد في تمانية في تمانية، واحد في سبعة بسبعة، واحد في اربعة باربعة، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في اتنين باتنين، وهكذا. يبقى بسمي الواحد ده ايه؟ بسميه المحايد. ماشي. يبقى واحد في سبعة بسبعة، واحد في خمسة سهل جدا، واحد في تمانية بتمانية، أربعة في واحد بأربعة، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في تسعة بتسعة، واحد في ستة بستة، اتنين في واحد باتنين. طيب الصفر، صفر في أي حاجة؟ صفر 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 يدينا صفر. يبقى صفر في أي عدد يدينا إيه؟ يدينا صفر. واحد في أي عدد يدينا نفس العدد. يبقى الضرب في صفر يدينا صفر على طول. يبقى الضرب بصفر والضرب في واحد. خلاص، يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا خواص الاعداد، خواص ضرب الاعداد. اتمنى ان شاء الله يكون استفدت بشكل كبير من هذا الدرس. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.